سألت نفسك قبل كده ايه دور مصر في تصنيع العربية اللي انت راكبها؟ لو ما تعرفش احنا هنقولك. المعروف ان مصر من اكبر الاسواق الافريقية في انتاج السيارات، والانتاج هنا بيعتمد على التجميع وليس التصنيع. وعلى فكرة مصر ليها تجربة رائدة في صناعة السيارات سنة 61 لما اسست الحكومة اول شركة لصناعة السيارات وهي نصر لصناعة السيارات، واكيد اهالينا كلهم عندهم ذكريات جميلة مع العربية نصر جي ال اس 128. احنا بنصنع اهم مكون لاهم قطعه في عربيتك وهي الفرامل اللي بتعتبر اهم عنصر من عناصر منظومه التحكم في السياره، وده بيفكرنا بلينال شرف اول حادثه في التاريخ، وهو برضو اللي اخترع اول سياره في التاريخ سنه 1769 وكانت بتعمل بالبخار، هو الفرنسي نيكولاس جوزيف، وعمل الحادثه دي على سرعه 4 كيلو في الساعه. اللي مش معروف ان نيكولاس جوزيف سابق كارل بنز باختراع السياره من اكتر من 100 سنه، لكن كارل بنز هو اللي اخترع السياره العمليه اللي بتشتغل بالبنزين سنه 1885. وطبعا وراء كل رجل عظيم امراه، لان الاختراع ده ما كانش هيطلع للنور بدون زوجته بيرثا بنز. وزي اي زوجه اصيله، بيرثا اخذت العربيه من ورا جوزها علشان تختبرها في رحلتها التاريخيه لزياره مامتها في اغسطس 1888 على مسافه فوق ال 100 كيلو. الرحله دي تعتبر اول رحله لاختبار العربيه بعد اختراعها بثلاث سنين، ونالت عليها لقب اول سيده سائقه عربيه في التاريخ واول من ساق عربيه على مسافات طويله في التاريخ. خلال الرحلة ديت بيرثا قابلت مشاكل كتيرة جدا، من أهمها مشاكل في الفرامل اللي قدرت تحلها بأن هي تبتكر فكرة بطانة الفرامل أو البريك لايننج، بأن هي تطلب من صانع أحذية يحط جلدة على الفرامل الخشب. بطانة الفرامل بعد كده اتطورت ووصلت للمنتج اللي بيخش في إنتاجه بودرة اللوف المعدني أو بودرة سلك المواعين اللي بينتجه نصار جروب. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عنه بالتفاصيل. تم تطوير فكرة بطانة الفرامل سنة 1908 على إيد هربرت فرود لما صنع أول تيل فرامل متصنع من مادة الأسبستس اللي تم حظرها سنة 1999. الفترة ديت كان بينتجها لمنظومة الفرامل الدرام بريك اللي تم بعد كده تطويرها باختراع فريدريك رانشستر للديسك بريك اللي تم استخدامها أول مرة سنة 1952 في العربية جاكوار سي تايب، بالرغم من أنه اخترعها قبلها بخمسين سنة. نصار جروب، رواد صناعة الأسلاك والمسامير الصلبة في مصر والشرق الأوسط،